جميل. الحين افرضوا انه في ام واب ما يتكلمون ولا يسمعون، وجاهم مولود. المولود شو بياخذ منهم؟ لغة الإشارة. فخلال سنتين يكون فهم لغة الإشارة بشكل جميل من الأم والأب، لأن الطفل يتلقى اللي طيب تقول لي واحد ممكن هذا مو معقول. لا معقول. أعطيكم مثال، أبو ريان عرف لغة الإشارة قبل ما يعرف الكلام، لأنه عاش في كنف والدين أسأل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة لا يتكلمون ولا يسمعون. الوالد بس. الوالدة مترجمة. إيه نعم. الوالد وفي الأسرة، اسمعوا، في الأسرة عندهم الصم كثيرين، يعني كم عددهم؟ أكثر من عشرين شخص. فنشأ أبو ريان بعد سنتين وهو ما شاء الله ضابط لغة الإشارة. لذلك يقول بدخل في التحدي مع أبو عايض قبل شوي، ومع أنه ورطه الشيخ عبد الرحمن، بس عاد يعني ولو. فهذا نموذج يا جماعة الخير نبغى نسمع منها الآن، كيف بدأ؟ وش اللي خلاه يعني ينطلق للغة الإشارة؟ وش اللي حصل له؟ وعطوني أسئلتكم في الهاشتاج وكثروا أسئلة، كثروا، خلونا نشغلهم اليوم إشغال بالأسئلة، وأبغى أسئلة قوية، ما أبغى أي أسئلة. أنا بس حب اعتراض، لأن نسيت أن طفل عايش بين أبوين يتحدثون الإشارة. ما اعترضت، ما جت على بالي، يعني أنا قلت أمه وأبوه يسولفون، وهو يعرف الإشارة الطفل أكيد أغلبهم، بس ممكن ما أعرف معناها. قصدي المتحدثين اللي يتكلمون، الأب والأم يتكلم، بس الولد ممكن يقول، إحنا أحيانا نمسأل عيالنا يقول كذا ويقول كذا، يعني يسوي حركات، بس هل هو فاهمها ولا أخذها من الولد؟ أما عاد اللي أبوه وأمه، الله، أنت ما أدري منين جيت أنت، الله يجزاك خير. أنا أقول لك عليك أنت بس يا أبو عايض، أعطني إشارة بس. والله صراحة اعتراف اعتراف. الحين على النقيض ترى. يدقون بعض أولياء الأمور، يدق علي فيديو أصلا، يكون أنا ولدي بلغ 3 سنوات 4 سنوات ما يهرج، يتكلم إشارة ولا به يتكلم، بكرة يروح مدرسة يروح. فقلت خله عند جده ولا جدته في البيت، خله يتدرب على النطق والكلام وكيف يكلم الناس. صار الآن يعانون نفس الآباء والأمهات الصم، أنه عيالهم منطلقين بلغة الإشارة لكنهم يعني ما ينطقون بالنطق السليم في اللسان. حدثنا عن تجربك. تجربتي الحقيقة يعني فعليا بدأت الترجمة، أعرف لغة الإشارة من صغري، لكنه فعليا بدأت الترجمة وأنا عمري 5 سنوات. ما شاء الله. بدأت أكلم نيابة عن الوالد، أول ما في تقنية، ما في جوال يرد فيديو ولا شيء، ما في إلا التليفون الثابت، فأتصل للوالد المديرة مثلا في الدوام، ولا أروح معه للعيادة ترجم له، ولا مراجعاته، بل أنه في بعض أمور البزنس أروح معها ترجم له للوالد. ومن وقتها والحمد لله منطلق في لغة الإشارة. طبعا اللي يقوي، عندنا ناس يتواصلون بلغة الإشارة وعندنا ناس يترجمون بلغة الإشارة، في فرق. التواصل هذا شخص يعني يعرف يتواصل مع الأشخاص بشكل مباشر، لكنه ما يصل إلى كفاية الترجمة اللي هو النقل المباشر والترجمة المباشرة بين اثنين. اللي ساعدنا أنه وجود يعني ثقافة الترجمة عندنا في العائلة، الوالدة مثلا الأستاذة لطيفة الفهيد اللي هي تعتبر من سيدات مترجمات لغة الإشارة، ونعم. الشيخ عبد الرحمن الفهيد عمي، ونعم. يعتبر شيخ المترجمين وأول من بدأ بالترجمة في المملكة، وبدأنا ناخذ هذه الثقافة، ثقافة الترجمة، وليس نكتفي بس بالتواصل. وانطلقنا الحمد لله بنقل الحوار بين الوالد وبين عماني وبين المجتمع بشكل عام، سواء في مراجعاتهم أو يعني في تجاراتهم أو حتى في شؤونهم الخاصة. ثم بدأت أول ترجمة لي إعلامية وأنا عمري تقريبا 14-15 سنة. ما شاء الله، ما شاء الله. وواحدة من الـ من الـ من الأشياء اللي لازم تذكر في قناة المجد أيضا، يعني كانت من أول بداياتي الإعلامية في الترجمة، من تقريبا 1425 أو 1426 أول ما أطلقت القناة، واستمريت معهم إلى تقريبا 10 سنوات، ثم انتقلت إلى قنوات أخرى. فالترجمة الإعلامية كانت تقريبا معي من 14 أو 15 سنة، في فيديو أيام الأشرطة، هذه الفيديو الكبير اللي يوضع في شريط وحطيني أترجم